والجدعان المرة دي كيس جديد سهل الفتح الأول مرة في مصر. الملكة أجدع أكلة الأجدع ست. معنا إيه بقى؟ معنا فاصوليا، معنا ذرة حلوة صفر، معنا بصل أحمر، ومعنا بلسمي خل، ومعنا عسل وزيت زيتون ملح وفلفل. طبعا بنغلي مية بحيث ان المية ما تخشش في المصفى، اوكي، شويه مية تحت كده وايه وتغلي بحيث انها ما تخشش في المصفى. هناخد الفاصوليا وايه، خليني اقطعها على اتنين. اوكي، ونعمل ايه بقى؟ نحطها كده الاول، خلينا نملح الميه. شيل منها شوية مية. اوكي، عشان لما بتغلي بترفع. اوكي، يلا هنحط بقى الكلام ده كده اهو. ونغطيها وبال من ايه؟ منخرط البصل. ملح وشوية فلفل. ندعكم بالملح والفلفل. ملعقة من العسل، كده من الخل البلسمي، ملعقتين ونص مثلا، وشوية زيت زيتون. ونحط شوية زيت زيتون. ونحط البصل ونقلب البصل. ونحط الذرة اوكي، وبعدين الفاصوليا. والجدعان المرة دي كيس جديد سهل الفتح الأول مرة في مصر. الملكة أجدع أكلة الأجدع ست.